الله صحيح مزلاوي دي يعني ايه؟ ما انت لو نطقت الاسم صح هتعرف معناه. اسم المزلاوي. مزلاوي؟ اديني نطقها صح يا سيدي وما عرفتش معناها برضه. مش مهم. دي اكيد جايه من المزله اللي انت بتشوفها من ياكل. سعيد انت بتحب جدك يا مزلاوي؟ طبعا. ده النبي وصى على سبع جد. سبع جار. ما هو جدي كان جارنا. طب احنا بنعمل ايه هنا؟ مش هننزل تحت قلب؟ ما تسالش. ايه ده؟ الفسحة دي ده مكان فسحة، مكان هنعمل فيه شغل، ده اللي هنبني فيه الماضي الخليل. تعالى. ده ماضي كبير قوي، حاسس ان احنا في مغارة. ايه ده؟ طب لو هتطلب اكل اطلب لي معاك بقى. اتفضل يا سيدي. ازيك يا عزيز؟ اهلا. انا كويس الحمد لله. مزلاوي حط ملف الخطه لو سمحت. حاضر. انت شبهه قوي. الملف؟ لا يكن. شبهه. للاسف. للاسف. هو انت الطول؟ جدك ده عظيم، انت بس اللي ما تعرفش. قول له يا مزلاوي، قول له وعرفه. كل حرف من اسم جدك يا كان تاريخ من العظمة والشرف. ايوه. ايه دول؟ ايه ده؟ خطة سرقة فلوس الدرس سنة 1945. ده بيسرق من كيشي 2. يا عظمته. خطة سرقة تمثال توت عنخ آمون. خطة سرقة الكحل من العين. بس الكحل مين؟ مين يا شاب؟ كليوباترا. اوكي. ايه ده؟ ايه؟ خطة سرقة الخطة؟ يعني هو ما لقاش حاجة يسرقها، قام سرق الخطة بتاعة سرقة الخطة اللي المفروض هيسرق. مش مهم افهم. ايه ده؟ ايه ده؟ كل قصة في حياة جدك حكاية، وكل حكاية حتة من مصر. حتة؟ ده مصر كلها هنا. يا أخي كفاك افترى بقى، امسك. ودي إيه دي كمان؟ خطة سرقة البراش الشهيرة بعملية الست. بس فين اسود ومنيل؟ كل دي ذنوب. ما هي دي المشكلة، إن أول ذنب لو ما كفرتش عنه هيقدر يكون له ذنوب كتير قوي وراه. واحدة واحدة هنبتدي بده. عايزاك بقى تذاكر الدوسيه ده كويس قوي وتجيلي بكرة ومعاك شنطة هدومك. عزيز أنت ما تعرفش حد يقدر يساعدنا في العملية دي؟ على إيه؟ ما نجيب الناس بتاعتنا ونخلص. ما ينفعش، وشهم بقى معروف ويا كان مش عاوز كده. طيب انا طلبكم عندي. عندي ناس ممكن ينفذوا معانا الخطه دي ومن غير فلوس. من غير فلوس؟ دول يبقوا هبل. هبل؟ الناس اللي بكلمك عنهم دول ناس بيتسابقوا على فعل الخير. دي ناس هم الخير نفسه.